بالعلم نبني يا أخي حضارة، ونعيد أمجاد الرعي للأول. يدور في الخصومة بعضه ناشئ عن النفاق وبعضه ناشئ عن نقص المروءة. نعم. يكون الإنسان وهو خارج السجن ويستطيع أن يدفع عن نفسه تقبل يده ورأسه ولا تتكلم فيه بانتشابة. نعم. بل تمدحه في بعض الأحيان. وإذا كان في وقت هو وراء القضبان ولا يستطيع الدفاع عن نفسه تشن عليه الهجوم، والناس يقولون إذا سقط الجمل كثرت عليه السكاكين. نعم. ما خل الجبان بأرض طلب الطعن وحده هو النزال. نعم. نعم. فهذا النوع عبارة عن إفلاس في المروءة. نعم. ويزيد بن المهلب قال لله در الفرزدق، هجاني أميرا ومدحني أسيرا. الله أكبر. نعم. نعم. والنظير ذلك كثير في أهل المروءات، حتى إن عويف القوافي يقول لما أتاني عن عيينة أنه عان عليه تضاعف الأقياد، بذلت له نفسي النصيحة إنه عند الشدائد تذهب الأحقاد. الله. فالذين يسلطون ألسنتهم حين يخلو لهم الجو بالكذب والافتراء والفجور في الخصومة، ويسوغون للظلمة ما يفعلون ويزيدون عليه، حتى الأنظمة لها قوانين. نعم. وهذه القوانين مثلا إذا كانت أي قضية منشورة أمام محكمة فالقانون يمنع الكلام فيها. نعم. ويمنع الإثبات، لأن المتهم بريء حتى تظهر إدانته. نعم. وهؤلاء مباشرة يحكمون بأنفسهم قبل القضاء، يستبقون القضاء بالأحكام. نعم. ويعلنونها على منابرهم وفي وسائل الإعلام وقبل أن يحكم القضاء أصلا، كأن في ذلك تحريضا للقضاء. كأن في تحريضا للقضاء. نعم. وأيضا افتياتا عليه. نعم. وهو كله من هذا النوع من هذا النقص المروءة، بل انعدام المروءة بالكلية. نعم. العلم شمس يستضاء بنورها، تشفي من الأسقى كل معلل.